والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم، صدق الله العلي العظيم. اليوم محاضرتنا تتعلق بمادة حقوق الإنسان، ولأنها المحاضرة الأولى فإننا سنتناول في هذه المحاضرة هو الأسباب أو أسباب الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، ولكن لدراسة الأسباب أو أسباب الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان يفترض بينا أن نعرف بحقوق الإنسان. طبعاً أؤكد في كل مناسبة وفي كل محفل وفي كل محاضرة تتعلق بحقوق الإنسان على التالي، إن مادة حقوق الإنسان هي مادة ليست تدرس من أجل الامتحان بها، وإنما هي مادة من أجل التعريف بحقوقنا كإنسان أو كبشر. ولذلك نجد أن تعريف حقوق الإنسان هي الحقوق اللصيقة في طبيعتنا أو في طبيعتنا، والتي بدونها لا نستطيع أن نعيش كوننا بشر أو كبشر. شنو معناتها؟ معناتها أنه لا يمكن للإنسان أن تحفظ إلى إنسانيته أو كرامته إذا ما تحقق إلا أو توفر لحقوق الإنسان. واضح الفكرة؟ فحقوق الإنسان هي المعيار أو هي الضمانة لتحقيق أو توفير إن إنسانيتنا وتحفظ إن كرامتنا. وعندما تدرس مادة حقوق الإنسان أو تهتم الدول بتدريس مادة حقوق الإنسان هي من أجل أن تعطي صورة إيجابية على أنها تهتم بمجال حقوق الإنسان. ولكن للأسف الشديد، وأؤكد على هذه المسألة، هنالك تقصير من جانبين، من جانب المؤسسات التعليمية العراقية بصورة عامة بمختلف مراكزها وجامعاتها، وهنالك تقصير من قبل الطالب أو المواطن الذي هو بمركز الطالب. التقصير الذي يحدث من قبل المؤسسة التعليمية إنها لا تعطي مادة حقوق الإنسان استحقاقها، وإنما تتعامل معها على إنها مادة روتينية أو إسقاط فرض، ولذلك هي لا تشجع أو لا تفعل هذه المادة من خلال النشاطات والممارسات الأخرى. وكذلك حتى في تدريسه للأسف الشديد، يعني من يدرس مادة حقوق الإنسان قد لا يكون مختص بجانب القانون، وإنما قد يكون مختص باختصاصات أخرى، مع احترامنا واعتزازنا للاختصاصات الأخرى، ولكن ينبغي أن يدرس مادة حقوق الإنسان هو رجل مختص بالقانون، لأنه هنالك مصطلحات لها طبيعة قانونية يفترض توضيحها، ومادة حقوق الإنسان تدخل تحت تبويب ذلك، تجيب كل اهتمام، يسأل يا هي المادة تدخل بالامتحان ويا ما تدخل بالامتحان، حتى يمتحن حتى يجيب درجة. ولا كأنما مادة حقوق الإنسان هي مادة تعرفنا بحقوقنا ومدى استحقاقنا أو مدى تطبيق هذه الحقوق في مجتمعاتنا. واضح الفكرة؟ فلذلك علينا أن نتفاعل مع حقوق الإنسان بشكل من خلاله كأنما إنسان مثل الإنسان اللي يريد يعرف حقوقه، مو اللي يريد يدرس حتى يمتحن حتى ينجح. بعد هذه المقدمة القصيرة اللي تمهد لموضوع أسباب الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، طبعا الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان لم يأتي بشكل مفاجئ، وإنما جاء نتيجة التطور البشري والإنساني اللي مر به المجتمعات الإنسانية حتى وصلت بالشكل الذي هو عليه. إذا سمحون لي ما لازم تسد، تنسد الملازم. بالشكل الذي هو عليه، أول سبب ولعله أهم سبب جعل هنالك اهتمام عالمي بحقوق الإنسان هو انتقال أو تحويل حقوق الإنسان من شأن داخلي إلى شأن دولي. كيف أصبحت حقوق الإنسان أو كيف تحولت حقوق الإنسان من شأن داخلي إلى شأن دولي؟ طبعا في السابق كانت حقوق الإنسان مسألة داخلية أو شأن داخلي، حتى فيما يتعلق بالقانون الدولي كان لا يهتم في مسألة حقوق الإنسان، ولا يجوز الدولة أن تتدخل بشأن دولة أخرى من أجل الرقابة ما إذا كانت الدولة تطبق حقوق الإنسان أو لا، وإنما كانت الدولة تعتبر مسألة حقوق الإنسان شأنا داخليا. ولذلك نجد قد دولة تطبق حقوق الإنسان وأخرى لا تطبق حقوق الإنسان،
ومدى تطبيق حقوق الإنسان يرجع إلى المجتمع نفسه في داخل هذه الدولة. إذا كان مجتمع متقدم واعي ثائر يطالب بحقوقه لا تجد فيه تطبق حقوق الإنسان كما هو الحال في المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسية أو المجتمع البريطاني بعد الإصلاحات اللي حصلت وبعد إعلان ماجنا كارتا وغيرها، وكذلك بالنسبة للمجتمع الأمريكي بعدما صدور الدستور الأمريكي وغيرها من مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. في المقابل تجد مجتمعات لا تهتم بحقوق الإنسان. واضح الفكرة؟ فكانت حقوق الإنسان في بادئ الأمر شيء داخلي. الدول أو المجتمعات المتقدمة لا تحترم حقوق الإنسان، لا سيما إذا كان المجتمع واعي ومتفهم لحقوقه وواجباته، ولا سيما إذا كانت السلطة بالمقابل تحترم الشعب وتعتبر أن الشعب مصدر السلطات، فأكيد تكون مقيدة. أما بالمقابل الدول الدكتاتورية أكيد لا تهتم بحقوق الإنسان. وبقي الأمر شأنا داخليا حتى صدور ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. ميثاق الأمم المتحدة أو حتى منظمة الأمم المتحدة أتت بعد إيش؟ بعدما اكتوت المجتمعات أو الدول أو المجتمع البشري بنيران الحروب، لا سيما الحرب العالمية الثانية، حتى توصل المجتمع البشري أو الدول التي كانت أطراف في الحرب العالمية الثانية إلى نقطة مفادها أننا يجب أن نعيش بسلام، وينبغي تغليب السلم والأمن الدوليين على الحروب، وينبغي حظر اللجوء إلى استخدام القوة. فنشأت بذلك الأمم المتحدة وتأسس بذلك ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك كانت الغاية الأساسية لميثاق الأمم المتحدة هو شنو؟ ترسيخ السلم والأمن الدوليين حتى لا تدخل المجتمعات الإنسانية أو لا تكتوي المجتمعات الإنسانية بمزيد من الحروب. ولكن في المقابل ميثاق الأمم المتحدة نص على حقوق الإنسان، ومن هنا أثير التساؤل ما علاقة الأمن والسلم الدوليين التي هو كان غاية منظمة الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بحقوق الإنسان. ما هو السلم والأمن الدوليين؟ جاء نتيجة اكتواء المجتمع الدولي والإنساني بالحروب، هذه مفهومة، فجاء بذلك أو كان ذلك نتيجة نشوء الأمم المتحدة وميثاقها. طيب ما علاقة حقوق الإنسان بالأمن والسلم الدوليين؟ ومن هنا جائز الجواب على هذا التساؤل. أولا كان الجواب أن حقوق الإنسان أو السلام هو حق من حقوق الإنسان الجماعية، كأنما حقوق الإنسان تصنف إلى صنفين، حقوق فردية وحقوق جماعية. من ضمن هذه الحقوق الجماعية هو الحق في السلام والحق في بيئة نظيفة، ولأن الحق في السلام هو حق من حقوق الإنسان فكان نتيجة تأكيد إلى أنه يفترض على ميثاق الأمم المتحدة ينص على هذا الحق. هذا واحد. ثانيا من الأسباب التي دفعت إلى الاهتمام أو نص ميثاق الأمم المتحدة على حقوق الإنسان، لأن واضعي ميثاق الأمم المتحدة يرون بأن السلم والأمن الدوليين هي البيئة المناسبة لتطبيق حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن أنه تطبق حقوق الإنسان في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة وفق المفهوم أو وقت وضع ميثاق الأمم المتحدة، لأنهم كانوا يرون أن السلم والأمن الدوليين هي البيئة المناسبة لحصول كل إنسان على حقه وتطبيق حقوق الإنسان بشكل كامل. وهذا السبب الثاني اللي دفع ميثاق الأمم المتحدة بالنص على حقوق الإنسان. السبب الثالث وهو قد يكون ذا طابع أو اعتبار سياسي أكثر مما هو قانوني، ولكنه مهم جدا ويفسر الغاية من اعتماد أو نص ميثاق الأمم المتحدة على حقوق الإنسان، هو أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة أو الدول المنتصرة كانت لها موقف أو رأي مفاده أن الدولة التي تتمتع بنظام ديمقراطي وتطبق حقوق الإنسان هي لا تنجرف إلى الحروب والنزاعات المسلحة، وإنما تميل دائما إلى السلام. فإذا رسخنا مبدأ حقوق الإنسان فإننا سنضمن تطبيق السلام أو تحقيق السلام. هذن الأسباب الثلاثة هن اللي كان وراء نص ميثاق الأمم المتحدة على حقوق الإنسان، ولذلك نجد في ديباجة الأمم المتحدة جاء بما مفاده: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد. وراء هذه وإضافة إلى نصوص أخرى في الميثاق أكدت ونصت على حقوق الإنسان، ومن هنا تحول شأن حقوق الإنسان من شأن داخلي إلى شأن دولي. واضح الفكرة؟ بعد ذلك أو بعد هذه الخطوة التي جاءت بها ميثاق الأمم المتحدة، أخذت المنظمة الأمم المتحدة على عاتقها أن تبرم اتفاقيات دولية وتصدر إعلانات دولية تنص على حقوق الإنسان بشكل أكثر تفصيلي مما هو عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك كان المرجو في بادئ الأمر أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بإصدار اتفاقية أو معاهدة تتفق الدول الأطراف عليها تنص على حقوق الإنسان، ولكن الدول كانت في بادئ الأمر تتجنب مثل هكذا مسألة، أنه تلتزم بإرادتها بأن تتحول حقوق الإنسان إلى شيء شنو دولي، وتلتزم بمعاهدات دولية تنظم حقوق الإنسان. فكان موقف منظمة الأمم المتحدة أن أصدرت إعلان عالمي بحقوق الإنسان، والإعلان من نأتي إلى طبيعة القانونية هو يأخذ طبيعة التوصية، والتوصية كما تعلمون هو يكون غير ملزم. ولذلك أكو فرق بين الإعلان الدولي وما بين الاتفاقية أو المعاهدة، الفرق من حيث قوتها القانونية أو قوتها الإلزامية. الإعلان لا يكون ملزم، وإنما الإلزام أو الطبيعة الإلزامية تكون ذات طابع أدبي. أما الاتفاقية لا يكون التزام قانوني، لأنه كل دولة ستلتزم بإرادتها بهذه الاتفاقية، وهذا الفرق ما بين الإعلان والاتفاقية. فالأمم المتحدة كانت نيتها في بادئ الأمر أنه تصدر اتفاقية، ولكن لأنه المجتمع الدولي في ذلك الوقت لم يكن هاضم لفكرة أنه يلتزم دوليا بتطبيق حقوق الإنسان، لأن ذلك يترتب عليه التدخل بالشأن الداخلي، ولأنه كانت فكرة أن حقوق الإنسان كان شأن شنو داخلي، صح لو مو صح. فأصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، نص على مبادئ حقوق الإنسان. ولكن على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ذات طابع توصية أو ذات قوة أدبية أكثر ما هو قانونية، إلا أنه أخذ من قبل الدول محل الجد. ولذلك تجد هنالك أكثر من 90 دولة وأكثر من هذا الرقم نصت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودونت هذه المبادئ الذي جاء بها أو التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتيرها. وواحد من هذه الدساتير هو دستورنا العراقي عام 2005، اعتمد المبادئ التي جاءت بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه الخطوة اللي سلكتها الأمم المتحدة عام 1948 لحقتها خطوات أكثر تأكيد وأصرار على حقوق الإنسان، فلحق هذا الإجراء إن قامت الأمم المتحدة بإصدار عهدين، يعني اتفاقيتين تتعلق بحقوق الإنسان. العهد الأول يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واثنينات صدرا عام 1966. ولكن هذا العهد اشترط في أحد نصوصه أنه لا ينفذ إلا بدخول عدد معين من الأطراف، فبقي لمدة 10 سنوات، يلا دخل حيز النفاذ، يعني دخل حيز النفاذ عام 1976. لهنا نتوقف جهود الأمم المتحدة بالتأكيد لا، وإنما قامت بإصدار العديد من الاتفاقيات، ولحد الآن الأمم المتحدة لا تزال تصدر العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان. إذا كان العهدين اللي صدرا عام 1966 عام، قامت الأمم المتحدة فيما بعد بإصدار اتفاقيات خاصة تنظم أما حق معين يحتاج إلى عناية، أو اتفاقية تهتم بفئة معينة من البشر تحتاج إلى عناية. مثلا أصدرت العديد من الاتفاقيات التي تحمي حقوق المرأة، لأنها ترى بأنه كائن بحاجة إلى العناية والاهتمام الدولي. كذلك أصدروا العديد من الاتفاقيات التي تهتم بمن بحقوق الطفل. كذلك أصدرت العديد من الاتفاقيات التي تحظر التمييز والعنصري، وكذلك الاتفاقيات التي تحظر التعذيب أو الاختفاء القسري وغيرها من الاتفاقيات، لا بل أكثر من ذلك. أصبحت الأمم المتحدة في كل معاهدة تبرم لحقوق الإنسان تضع فيها هيئة معنية برقابة تنفيذ هذه المعاهدة في الشأن الداخلي.
يعني كيف؟ يعني مثلا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكو لجنة معنية تراقب تنفيذ هذا العهد. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكو هيئة معنية بالرقابة على نفاذ هذه المعاهدة ومدى تطبيق الدول الأطراف لهذه المعاهدة. كذلك المعاهدة المعنية بحظر اللجوء لاستخدام حظر التعذيب أو غيره، كذلك هنالك هيئة اسمها لجنة حظر التعذيب. وهكذا وهنالك كل على كل اتفاقية تبرم في ظل الأمم المتحدة أكو هيئة تراقب تنفيذ ورصد تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول. بل أكثر من ذلك على الدول الأطراف في هذه المعاهدات أن تقدم تقرير سنوي إلى هذه الهيئات تنص على ما الإجراءات اللي اتبعتها الدولة في تنفيذها لهذه الحقوق. يعني شنو سوينا خلال هذه السنة، شنو التحسنات في حقوق الإنسان وهكذا. هذا على مستوى على الصعيد العالمي، لم يقتصر الدور العالمي أو الدولي. يعني مثلا الاتحاد الأوروبي بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لجأ إلى وضع اتفاقية تنظم حقوق الإنسان وهي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن شو وقت؟ عام 1950، يعني حتى قبل العهدين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي صدر عام 1966. بل وأنشأ فيما بعد محكمة معنية بحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. من اختصاص هذه المحكمة إضافة إلى تفسير الاتفاقية هي النظر في الشكاوى اللي يقدمها الأفراد إلى هذه المحكمة. يعني الأفراد إذا دولة ما في الاتحاد الأوروبي انتهكت حقوقه، من الممكن للفرد أن يلجأ إلى هذه المحكمة ويتظلم من أو يقدم شكوى في الانتهاك اللي حاصل لحقوقه. كذلك على مستوى القارة الأمريكية صدرت هنالك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969، وبذلك تأسست محكمة أمريكية لحقوق الإنسان هي كذلك الأخرى تنظر بالشكاوى أو الطعون التي تقدم في مجال الانتهاكات لحقوق الإنسان. أما على المستوى العربي، وما أدراك ما المستوى العربي؟ على الرغم من أن الجامعة العربية قبل ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب صدر كذلك هم ينظم حقوق الإنسان عام 1981، وهنالك جهود أنشأت بذلك محكمة أفريقية لحقوق الإنسان قبل فترة ليس بطويلة. أما على الصعيد العربي، على الرغم من أن الجامعة العربية تأسست عام 1945 أي قبل أشهر قبل تأسس منظمة الأمم المتحدة، إلا أنها لم ترد أو لم يكن هنالك جهد في وضع اتفاقية لحقوق الإنسان إلا عام 1994، وبعد الضغوط الدولية على الدول العربية في أن تضع معاهدة لحقوق الإنسان العربي. وعلى الرغم من ذلك حتى المشروع هذا اللي كان في عام 1994 لم يكن بالنجاح، لأنه بسبب اختلافات الأنظمة السياسية وإلى آخره أفرغت الاتفاقية من محتواها نتيجة التحفظات على هذه الاتفاقية وفشلت. حتى عام 2004 كان هنالك ميثاق عربي لحقوق الإنسان وانضمت الدول العربية، والعراق صادق على هذا الميثاق عام 2013. ولكن على الرغم من أن الجهود العربية جاءت بعد عقود من الزمن وهي متأخرة ويفترض بها في عام 2004، هي هضمت مسألة تجربة حقوق الإنسان نتيجة التجارب الشعوب والدول، إلا أنها على الرغم من ذلك لم تنص على محكمة عربية لحقوق الإنسان، لأنها تخشى من أن المواطن العربي أن يلجأ إلى هذه المحكمة ويطعن ضد الانتهاكات اللي تحصل من قبل الدول حتى لا يصبح هنالك تدخل بالشأن الداخلي. وهذا يعني أن حقوق الإنسان العربي لا تزال قيد النظر. واضح الفكرة؟ مما تقدم يتضح لنا أن مسألة حقوق الإنسان أو من الأسباب الاهتمام في حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان كانت في بادي الأمر ذا شأن شنو؟ داخلي، وأصبحت فيما بعد شنو؟ ذا شأن شنو؟ دولي. لذلك الدول أصبحت تهتم بمجال حقوق الإنسان وتتدخل في مسألة تطبيق حقوق الإنسان. ولذلك ليس من المستغرب أن تجد أن هنالك أصبحت نزاعات مسلحة أو تدخل دول في شؤون دول أخرى تحت مبرر شنو؟ حقوق الإنسان، لأنه حق أحسن سوريا وليبيا وغيرها من الدول اللي دخلت الدول في شؤونها تحت مبرر حقوق الإنسان، ربما يكون تدخل ذات طابع سياسي، ولكن هي تجعل من حقوق الإنسان ذريعة في التدخل بالشؤون
لأنه أصبحت حقوق الإنسان ذات طابع عالمي، تستطيع كل دولة تحتج باتجاه دولة أخرى في مدى تطبيقها لحقوق الإنسان. هذا السبب الأول. السبب الثاني والذي له صلة بالسبب الأول، وهو تسابق الدول على احترام حقوق الإنسان حتى تضفي على نفسها الشرعية، تسابق الأنظمة السياسية في احترام حقوق الإنسان أو ادعائها تطبيق حقوق الإنسان حتى تضفي على نفسها الشرعية. ولذلك ربما هي تهتم بالشكليات، يعني مثلا في دستورة تنص على حقوق الإنسان ومظاهر معينة توحي بأنها تحترم حقوق الإنسان، لكن من تجد للتطبيق تجد مخالف بون شاسع بين النص والتطبيق. وهذا ربما أمر من السهولة ملاحظته بالعين المجردة دون تفحيط من نلاحظ مجتمعاتنا النامية، واحدة من عدها هو العراق، على الرغم أن الدستور العراقي نص على عديد من النصوص، ولكن من نأتي إلى التطبيق تجد هنالك بون شاسع ما بين النص والتطبيق. واضح الفكرة؟ مثلاً تجد مثلاً الطفل وحقوق الطفل وإلى آخره، والعراق طرف هذه الاتفاقيات ونص في الدستور، لكن تجد أنه 16,000 ربما طفل متسول دون سن 18 وترك التعليم على الرغم من التعليم إلزامي وغيرها، أو هنالك نسبة 6,000,000 تحت مستوى الفقر دون عمل دون ضمان اجتماعي دون كذا. وبالتالي أكون هناك مقولة تقول من هو من يعيش تحت مستوى الفقر يعيش تحت مستوى الإنسان وليس إنسان، لأنه يفتقد الكرامة الإنسانية. شنو أهمية الإنسان إذا هو يعيش بدون كرامة إنسانية؟ أكيد يعني هذا تفرغ الإنسان من محتواه من إنسانيته ومن كرامته. فمجتمعاتنا النامية للأسف الشديد تدعي تطبيق حقوق الإنسان وتتظاهر بتظاهر حقوق الإنسان، واحدة من هاي التظاهر هو تدريس مادة حقوق الإنسان دون الجدية في تطبيق حقوق الإنسان. ولذلك حقوق الإنسان يفترض ما تدرس بالجامعات، يفترض تدرس مع دأداء أردار في الأول ابتدائي، الطفل يتعلم دأداء أردار وتعلم وياه حقوق الإنسان حتى سلوكيته يعرف شنو حقوقه وشنو واجبات. أما يوصل الجامعة، هذا الجامعة وصل عمره 20 سنة وأكثر، هذا سلوكيته تقومت في تقويم معين، من صعب أنه يتقنع أو تفهمه بحقوقه وواجباته وكذلك ذلك. بينما الطفل يفترض، وهنالك اهتمام بهذا المسألة اهتمام عالمي، والأمم المتحدة أخذت تؤكد على هذا الجانب، أنه يفترض حقوق الإنسان أن تدرس بالابتدائيات وليس في الجامعات. واضح الفكرة؟ فالسبب الثاني أنه الدول حتى تضفي على نفسها الشرعية، لا سيما الدول غير الديمقراطية، هي تلجأ إلى إيش؟ ادعائها بتطبيق حقوق الإنسان حتى تتجنب الضغوط السياسية أو ضغوط المجتمع الدولي. وربما الوضع في سوريا وليبيا والبحرين وغيرها من الدول كانت تحت مبرر حقوق الإنسان، ولذلك هي بعد هذه التجربة المريرة أكيد لو نجت من هذه التجربة والنزاع المسلح أكيد فيما بعد تدعي أنها تطبق حقوق الإنسان حتى تتجنب التدخل في شؤونها وحتى تعيش في استقرار أو تضفي على نفسها الشرعية. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الذي يتعلق بحقوق الإنسان، أنه إذا أنت لا تحترم أو الدولة إذا ما طبقت حقوق الإنسان لا تصور أنه يكون هناك استقرار اجتماعي، وإنما المجتمع يكون معرض للانقلابات والثورات وغيرها، وهذا واضح في مجتمعنا العربي وغيرها من المجتمعات، حتى المجتمعات الأفريقية أو الأمريكية أو غيرها، تجد أنه المجتمع ما يستقر من نزاع مسلح إلى نزاع مسلح آخر، من انقلاب إلى انقلاب، من ثورة إلى ثورة، ولذلك تجد ماكو استقرار اجتماعي. حتى للدولة إذا تحولت إلى دولة بوليسية وحطت شرطة على كل مواطن وشرطة على كل شرطي وضابط على كل شرطي ومسؤول على كل ضابط، هم ما تقدر تسيطر على الوضع، لأنه ربما في غفلة من أو لحظة غفلة ممكن أنه الشعب ينقلب أو يثور أو إلى آخره. وربما إحنا المجتمعات نعي جيدا هذه التجربة، أنه لا يمكن أن تحقق الاستقرار في ظل مجتمع لا تسود فيه حقوق الإنسان، لا بل أكثر من ذلك. ينبغي أن نؤكد أن هنالك علاقة عكسية ما بين تطبيق حقوق الإنسان وبين انتشار أو ارتفاع نسبة الجريمة وارتفاع نسبة التطرف والأعمال الإرهابية. كلما كانت حقوق الإنسان مطبقة في مجتمع ما بشكل تطبيق فعلي ومساواة في التطبيق، كلما انحدت من ارتفاع نسبة الجريمة والأعمال الإرهابية والتطرف. وعلى العكس من ذلك، كلما كان مجتمع مقهور لا تطبق فيه حقوق الإنسان
لا تكون فيه مساواة، ولا سيما إذا اقترنا مع انتهاك حقوق الإنسان الطائفية، لا، المسألة المجتمع يكون غير مستقر. شوف حرب أهلية، نعم أحسنت، حرب أهلية أو نزاعات مسلحة أو أعمال إرهابية أو تطرف أو غيرها. لذلك المجتمع اللي يريد أن يستقر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا عليه أولا أن يهتم بجانب تطبيق حقوق الإنسان، حتى يكون هناك استقرار اجتماعي، حتى يترتب عليه استقرار اقتصادي واستثمار وتطور البلد، وحتى يكون هناك استقرار سياسي وهكذا. هذا الجانب أو السبب رقم 3. نعم. 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 يعيش في نظام ديكتاتوري. نعم. وتجي تطبق حقوق الإنسان يعني تحان. نعم. أنا نعم أنا معك. نعم تفضل. نعم لا لا بالعكس. نعم. الأمريكان. نعم. 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 شوف شلون يعني عندهم بعد نظر. اي نعم. قلت له ليش يعني قوانين؟ قال هذا الصفه الموجوده انه الشرطي فعلا يعني جهان يخاف، تخوف الشرطي. نعم صحيح. هذا الطفل مثل الطين الشرطي الطين الراسيه يعني راح يخلق علاقه بينه حتى يكون الشرطه هو صديق. يعني دور ايجابي يلعب. نعم نعم. من الابتدائيه بديله. نعم. نعم أكيد وقت، لكن علينا أن نكون فاعلين وجادين في تطبيقه. أما شنو الفائدة أنه أقول أحتاج إلى وقت وأنا هذا الوقت اللي أنا أستغرقه هي أعيش في حالة فوضى وإنتهاك لحقوق الإنسان ودون تطبيق جدي لحقوق الإنسان. لذلك أنا نعم بحاجة حقوق الإنسان ليست مسألة يمكن أنه تمنح بلحظة من اللحظات، لا يمكن أنه الديمقراطية أو كذلك حقوق الإنسان لا يمكن أن تمنح بلحظة من دولة إلى دولة، وإنما حقوق الإنسان ممارسة وسلوك. نعم تغيير السلوك وتغيير التفكير وتغيير البيئة الاجتماعية هاي كلها نعم، ولكن علي أن أكون جاد في تطبيق هذا الشيء. أنا عندي خطة منها 10 سنوات أو منها 20 سنة أو 30 سنة كيف أن تتبع خطة معينة حتى أعود المجتمع أو الأفراد على تطبيق حقوق الإنسان واحترام حقوقهم وتطبيق واحترام واجباتهم. فأنا أحتاج إلى أنه أضع خطة وأتدرج في سلوك حتى أصل إلى ما أريد. نعم صحيح ما ذكرت أنه تحتاج إلى وقت، لكن علي أن أكون جاد في هذا الوقت. خو مو تمشي 10 سنوات، إحنا مثلا من 2003 حتى الآن 10 سنوات، وقبل 30 سنة هاي 40 سنة. طيب إيش قد نحتاج بعد؟ وطيب أكو فكرة جادة، هذا التساؤل، هل هنالك فكرة جادة في أنه نحصل على حقوقنا وأنه هنالك تخطيط؟ هذا ما نأمله وما نطمح إليه. يجب أن يكون الإنسان مؤهل. طيب إذا ما كنت مؤهل يعني ما أعطيك حقوقك مثلا؟ لا يعني شلون الطفل من يعطيه أبوه مرات قد مبلغ كبير؟ نعم. ما يعرف يتصرف وياه والمراهق. نعم. من يعطيه أبوه قد مبلغ كبير. نعم. ما يعرف يتصرف وياه يبذر أو يبذر. أحسنت بس أنت يعني ترى نعم. يعني تعطيه حقوقه وما مؤهل إلها راح يضيعها راح. أحسنت مداخلة جدا. نعم. أحسنت هاي مداخلة مهمة جدا. ولذلك هي حقوق الإنسان نفسها هي ليست دفعة واحدة، وإنما حقوق الإنسان تقسم إلى 3 أجيال: حقوق مدنية وسياسية هذا الجيل الأول، حقوق اقتصادية واجتماعية الجيل الثاني، والحقوق الجماعية هو الجيل الثالث. أكيد هي طورت حقوق الإنسان، حتى الشعوب طالبت بحقوق الإنسان ما طالبت بهن كلهن، وإنما درجت مع حقوق الإنسان حتى وصلوا إلى أنه يفترض على أنه كل إنسان يحصل على الحق في السعادة. طيب أنا حصل حق في السعادة أول شيء، خل حصل حق في الحياة والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في الكرامة وفي المساواة، وبعدين من أوصل حصل على ذني ممكن أنه أحصل أطالب بالحق في السعادة، أنه بحيث أنه على الدولة أن توفر وسائل الترفيه وغيرها للإنسان إلى آخره. أنا معاك أنا مو كلهن، ولكن يفترض حتى حقوق الإنسان تتدرج مع الإنسان حتى توصل إلى أنه يحصل كامل حقوقه. نعم تفضل. حق الناس اول الناس. نعم ترى هذا الشيء لان احنا عندنا القران الكريم. احسنت الشريعه الاسلاميه ولذلك احسنت الشريعه الاسلاميه سبقت الشرائع الاخرى لا سيما الوضعيه في مساله التاكيد على حقوق الانسان، وهي ولقد كرمنا بني ادم وبدينا محاضرتنا بهذه الايه، هي اكدت على كرامه الانسان واكدت على دور الانسان الايجابي، ولكن هم نرجع ونقول شتان ما بين النص والتطبيق. نكمل محاضرتنا. فالسبب قلنا السبب الثالث اللي ذكرناه لحضراتكم
أنه إضافة للسبب الأول إلى أنه أصبح حقوق الإنسان ذا شأن دولي وليس داخلي، إضافة إلى ذلك إيش قلنا بعد؟ قلنا أنه أصبحت الدول تتسابق على مسألة حقوق الإنسان، نعم، لإضفاء الشرعية على أعمالها. السبب الثالث هو أن حقوق الإنسان في حالة إذا ما حصل الأفراد على حقوقهم أو انتهكت حقوقهم لا تنتظر من عندهم إبداع، ولذلك لا يبدع. أحسنت، لا يبدع، لا يبدع، لا يمكن أن تنتظر إنسان أن يبدع ما لم شنو تكون إلى حقوقه. ولذلك ظهرت نظريات شاذة أنه تقول مثلا الإنسان الأشقر أو إلى آخره أو الإنسان الأصفر هو أفضل من الإنسان الملون، هذا من حيث الإبداع. ماكو شيء، هو هذا إنسان وهذا إنسان، ولكن البيئة تختلف. يعني الإنسان من يحصل على استحقاقه أكيد يبدع، والإنسان اللي ما يحصل على استحقاقه أكيد ما يبدع. ولذلك ربما تجد عراقيين في الخارج هم مبدعين، وأنا متأكد هاي البيئة مثلا أو بيئة النامية لو تجيب أجنبي تحطه في بيئتنا ربما ما ينجح. ولذلك هاي النظريات اللي تدعي أنه الإنسان الأحمر أو الأصفر أو ما أعرف إيش يتميز عن الإنسان الأسود أو الملون، لا أكيد لا، هو الإنسان واحد، وإنما البيئة الاجتماعية، البيئة اللي بيها حقوق الإنسان، وإذا الإنسان محصل على حقوقه أكيد أكو إبداع. وإذا لا والله ماكو حماية أو ماكو استحقاق لهذه الحقوق أكيد ما راح أحصل على حقوقي، صح لو مو صح؟ وهاي المسألة لاحظها إحنا الآن داسية من العراقيين، نجد أنه كثير من العراقيين يتميزون ويبدعون في مجتمعات الأخرى، بل يحصلون على مراكز مهمة جدا في تلك المجتمعات. ولعل أضرب لكم مثل هو مهم جدا ولعله يفي ويؤكد ما نذهب إليه. يعني بعد السقوط أو قبل سقوط بغداد عام 2003 ودخول الاحتلال الأمريكي لها، الفترة ما بين دخول الجيش وسقوط بغداد كنا نستمع إلى الراديو وإلى آخره وبعض الإذاعات، فكانت المذيعة تسأل أحد الأطباء في بريطانيا، تسأل تقول له ما هو مصير المستشفيات البريطانية إذا رجع الأطباء العراقيين من بريطانيا إلى بغداد، شنو مصيرها؟ شنو مصير الصحة في بريطانيا؟ لأنه كثير من الأطباء العراقيين هم يديرون مستشفيات في بريطانيا إضافة لبقية الدول، ومو فقط في المجال الطبي، أفضل مهندسة في العالم هي عراقية. أحسنت، وزير الصحة البريطاني غير حتى مدير بلدية في كندا أو الدنمارك والنمسا هو عراقي، وغيرها من الإبداعات هو عراقي، لكن حطته في بيئة ربما لا ينجح، لكن تحطه في بيئة ثانية ينجح. إذن الإبداع إذا حصلنا على حقوق الإنسان من ضمن اهتمام الدول بحقوق الإنسان، لأنها تضمن أن هنالك إبداع من قبل الإنسان، وهذا الإبداع يفيد الدولة. ليش يفيد الدولة؟ يعني أنا شنو؟ لأنه تتقدم. أحسنت، أنا من أريد أضع تنمية للبلد أو أضع تخطيط أو خطة لبلد وأحقق تنمية اقتصادية اجتماعية سياسية تعليمية بيئية إلى آخره، أضع خطة واعتمد على الموارد اللي عندي. الموارد تقسم إلى أقسام، قد تكون موارد مالية ولكن الأهم الموارد البشرية. طيب أنا كيف تكون عندي موارد بشرية إذا ماكو عندي ناس مبدعين في اختصاصاتهم، المهندس والطبيب والمحامي القانوني وغيرهم من الاختصاصات، صح لهم صح؟ فأنا يفترض هذا المجتمع من يطبق حقوق الإنسان حتى يكون هناك إبداع، حتى الدولة تتقدم وتكون تتحقق فيها التنمية في كافة المجالات. فهذا السبب اللي جعل الدول تهتم بمسألة حقوق الإنسان إضافة إلى السببين اللي ذكرناهم. هنالك سبب رابع يتعلق أو إضافة للسبب اللي ذكرنا استقرار المجتمع، عفوا، اللي هو السبب الرابع، السبب الثالث والسبب الرابع هو الإبداع. السبب الخامس وهو كذلك لا يقل أهمية عن بقية الأسباب، وهو ذا طابع اقتصادي. كيف يكون ذا طابع اقتصادي؟ الدول لا يمكن أن تتقدم اقتصادياً إذا لم تتوفر فيها حقوق الإنسان، لأنه عندنا مبدأ واضح جداً وصريح أنه رأس المال شبي جبان، رأس المال جبان. يعني أنا ما يمكن أستثمر في مجتمع معين أو في دولة معينة ما تضمن حقوق الإنسان، لأنه هاي الدولة تكون ما مستقرة اقتصادياً. اليوم أنا أستثمر فلوس ربما ثاني يوم صادروا لي، أو تجي دولة مثلاً يقول والله مو من حق الإنسان التملك مثلاً، ويأخذون مثلاً ملكيتي أو يأخذون غيره.
فأنا من أستثمر في دولة معينة يفترض هاي الدولة توفر لي حقوق وضمانات إليه، لأن أنا ما مستعد أنه أضحي برأس مالي ما لم تكن هنالك ضمانات. ولذلك الدولة اللي تتوفر فيها حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية هي بالتأكيد تتقدم اقتصاديا، لأنه هذا يكون بيئة مناسبة للاستثمار. وعلى العكس من ذلك لا يمكن أن تكون الدولة ذات بيئة مناسبة للاستثمار إذا ما شنو إذا لم تعطي أو تقدم أو تهتم بمسألة حقوق الإنسان. هذا السبب اللي عندنا، إضافة لسبب نأكد عليه هي مسألة علاقة الجرائم والأعمال الإرهابية كما أشرنا شنو بيش بحقوق الإنسان. كلما طبقت الدول حقوق الإنسان انخفض نسبة الجريمة وقلت الأعمال الإرهابية وقل التطرف، لأنه الإنسان إذا لم يحصل على حقه في ظل دولة قد تنتهك حقه قد يتطرف. هسه التطرف أنواع، ربما يكون تطرف ديني، تطرف فكري معين، ولكن هو تطرف في كل الأحوال بمختلف الجهات، وهذا التطرف قد يؤدي إلى شنو، يا أما لجوء إلى أعمال إرهابية أو قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة. فارتفاع نسبة الجريمة علاقتها عكسية مع تطبيق حقوق الإنسان، كلما كانت الدولة تطبق حقوق الإنسان وتضمن للإنسان حرياته كلما انخفضت نسبة الجرائم والأعمال الإرهابية وقل التطرف. السبب الأخير اللي يتعلق واللي له صلة بكل ما تقدم من الأسباب، وهو مركز الفرد في ظل القانوني الدولي والداخلي. طبعا كما تعلمون حضراتكم أكو كان قطبين يتنازعان فكريا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، والقطب الاشتراكي والقطب الرأسمالي، وكل منهما لديه فكر معين في مدى علاقة الفرد بالمجتمع ومدى علاقة المجتمع بالفرد، وبذلك استنادا إلى فلسفة معينة. النظام الاشتراكي كان ينظر إلى الفرد على أنه يذوب في شخصية المجتمع، وكان يعطي كل الاهتمام في ظل المجتمع الاشتراكي. على العكس من ذلك النظام الرأسمالي كان يقدس الفرد ويرى أن المجتمع هو مجموعة من الأفراد، ولذلك المركز يفترض أن يمنح إلى الفرد، وأن حقوق الإنسان التي تمنح للفرد أو الحريات التي تمنح لا تتوقف إلا عدم معارضتها للحقوق والحقوق الشخص الآخر. اهتمام بجانب حقوق الإنسان لعله أصبح بعد شنو سقوط القطب الاشتراكي، وأصبحنا في ظل أحد القطب وهو نظام الرأسمالي. فأخذت الدول تتأثر بهذا الفكر، وأنها أصبحت، وهذا التأثير قد يكون تارة سياسي وقد يكون تارة من باب التقليد والتقليد والاعتماد فكرة معينة، فأصبح يمنح الفرد دورة في المجتمع، وهذا الدور ليس يتعلق فقط في الشأن الداخلي وإنما أصبح على مستوى الشأن الدولي، حتى أصبح لدينا قانون يسمى قانون مستقل اسمه قانون الدولي لحقوق الإنسان. يعني إذا كان في بعض الأمر يعني دراسة الفرد يتم خلال دراسة مادة القانون الدولي، لا، أصبح الآن عندنا مادة مستقلة اسمها القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني، وكل منهما علاقته يعطي للفرد مركز قانوني متميز ويحميه في مواجهة السلطة. واضح الفكرة؟ فلذلك نعم، ماكو إشكال. الفرد كان كما تعلمون بعد ما أصبح هناك اهتمام في مسألة الفرد، أصبح الاهتمام مو فقط على مستوى الداخل وإنما كذلك على مستوى الدولي، حتى أصبح هناك قانون مستقل اسمه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كل واحد إلى علاقته وينظم حالة تختلف عن الأخرى. القانون الدولي لحقوق الإنسان هو اللي يعنى بحقوق الإنسان، ومصادره هي المعاهدات الدولية اللي تكلمنا عنها، واحد من عدد الميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية اللي أبرمت في ظل الأمم المتحدة، هاي هي مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى العرف وغيرها من المصادر الأخرى. هذا القانون الدولي لحقوق الإنسان أصبح يمنح الفرد مركز متميز في أنه يمنح الفرد حق في مواجهة السلطة
من خلال وجود هيئات مستقلة مثل ما أشرنا في بداية المحاضرة، أنه كل معاهدة يتم إبرامها هنالك هيئة معنية تراقب تنفيذ هذه المعاهدة. فأصبح قانون مستقل عن القانون الدولي. إذا كان القانون الدولي ينظم العلاقة ما بين الدول والمنظمات الدولية وبقية أشخاص القانون الدولي، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يهتم بالإنسان في وقت السلم والنزاع المسلح. أما القانون الدولي الإنساني وهو قانون مستقل آخر، فهو يحمل إنسان في ظل النزاعات المسلحة. وهنالك هيئة معنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من معنية المعنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني في ظل النزاعات المسلحة. يعني من يحصل نزاع مسلح في ظل دولة معينة، تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول تطبيق مدى لتنظر مدى تطبيق القانون الدولي الإنساني في المجتمعات المتنازعة أو المجتمع الذي فيه نزاع مسلح. واضح الفكرة؟ فهذا التغير وهذا التغير الفكري والاهتمام هو من جعل أن هنالك اهتمام عالمي بتطبيق حقوق الإنسان وليس فقط داخلي. وهذه هي محاضرتنا التمهيدية حول مادة حقوق الإنسان، وهو دراسة الأسباب، أسباب الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.